مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلم المزيد عن مجتمع الطلاب في كايرو، بالإضافة إلى برامج الدعم لدينا. يشكل الطلاب في كايرو مجتمع طلابي متميز في حد ذاته. هنالك نوعان من الأماكن الرئيسة حيث يمكنك التواصل مع طلاب كايرو الآخرين ومع القائمين على كايرو. المكان الأول هو منتدى كايرو. هنا يمكنك التواصل مع الطلاب الآخرين، تبادل الخبرات، مناقشة الموكس الخاص بك، والبقاء مطلعا على كل ما هو جديد في برنامج كايرو. نحن نشجعكم على تنظيم مجموعات دراسية مع الطلاب الآخرين من أجل تبادل الدعم والخبرات. موظفي المنتدى لدينا سعداء لمساعدتكم في التحديات التي تواجهونها وفي الإجابة عن أي أسئلة متعلقة بالموكس الخاص بكم أو لتوجيهكم من الأشخاص الذين يمكن مساعدتكم. وعلاوة على ذلك، هنالك أيضا مجموعات متواجدة حاليا في مدن مختلفة في ألمانيا وفرنسا وتركيا، وتسمى تلك بالمجموعات الإقليمية. تقوم هذه المجموعات أو المجتمعات بتقديم المساعدة لطلاب كايرون وبتنظيم أحداث محلية بهدف تعزيز التواصل والتعارف بين طلاب كايرون. لمزيد من المعلومات بعد قيامكم بالتسجيل كطلاب لدى كايرون، يرجى إلقاء نظرة على خدمات الطلاب على موقعنا الرسمي على الإنترنت. عادة ما توفر الموكس منتديات خاصة بها، لا تتردد في مناقشة الدورة هناك مع المتعلمين الآخرين، ولكن لاحظ أنه للتعارف على طلاب كايرون والآخرين والحصول على الدعم من الموظفين لدى كايرون تحتاج إلى استخدام منتدى كايرون الموجود على موقع الحرم الجامعي.